فين استهل؟ لو عايز توصلني وصلني وانت ساكت. فين؟ خلاص خلاص حاضر. بسرعة. عبد الرحيم ماشي. عبد الرحيم ماشي. ايه في ايه؟ نظلي هانم. مالها نظلي هانم؟ انطعي. ما قلتيش هروح على فين يا ست هانم؟ عمي وصلني يلا. امشي امشي بسرعة. ست المجنونة لا حول ولا قوة الا بالله. بتقول ايه؟ ما بقولش حاجة. ما قلتيش هروح على فين طب يا ست هانم؟ أقول لك حاجة؟ نزلني. حاضر. نزلني يلا. بعرف. مش اي راجل ده السلطان. تعالي 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 يا ابني يلا بينا. بس كفايه كفايه يا حبيبتي. اسمعي يا نازلي، البكا عمره ما هيحل مشكله. في ناس يا بنتي اقدارهم بتترتب من غير ما يتدخلوا فيها، وانت عارفه ان الظروف صعبه والبلد كلها مولعة. أنا عن نفسي مش عارفة إذا كان سعد باشا راجع ولا لأ، وفين وفين على ما بيوصلني جوابات منه. أنا كنت فاكرة إنهم بيسرقوا الجوابات اللي بيبعتها سعيد، لكن شريف أخويا قال لي إنه سعيد فسخ الخطوبة، وأنا عايزة أعرف الحقيقة. أرجوك يا ماما صفية، أنا ما حبيتش ولا وثقت في حد تاني غيرك بعد ماما. أرجوك يا بعي تكوني اتفقتي مع بابا من ورايا. كفاية يا نازلي، أنا لا يمكن أتفق مع حد على الغلط، ولا يمكن حد يقدر يغير رأيي، لا أبوكي ولا السلطان نفسه. وبعدين أنا عايزاك تفهمي حاجة، أبوكي نفسه مش موافق على جوازك من السلطان، لكن ما يدحي لا هيعمل إيه؟ نو أنا أسفة أسفة جدا. المرسوم اللي صدر الأسبوع اللي فات بإنه بابا يبقى محافظ القاهرة خلاني أحس إنه ده تمن جوازي. أنا عايزة أعرف حاجة واحدة بس، ليه سعيد ما بيستلمش جواباتي وبيردها تاني لمصر؟ ليه؟ أنا آسفة يا بنتي، سعيد ما يملكش شيء لنفسه. سعيد وهب حياته للبلد والخاله اللي اتبناه ورباه بعد وفاة والده، ما بقاش يقدر دلوقتي يعمل أي شيء. اهدي اهدي يا نازلي وفكري بعقلك، وصدقيني لو كان في أي أمل أنا كنت وقفت معاكي، وكنت شفت لك أي طريقة عشان أنتوا ساعدتوا تفضلوا لبعض. ده قدري كان أصلي، والقدر محدش بيملكه، وقدرك إنك تكوني سلطانة وولادك يكونوا ملوك. انسى قلبك عشان تعرفي تعيشي. جاهزة يا عروسة؟
أي أب في مصر يتمنى إن بنته تكون أميرة أو سلطانة، لكن أنا عمري ما تمنيت لك غير السعادة، وعمري ما تمنيت إنك تكوني أميرة أو سلطانة. بابا، أنت ما ربيتناش على الاستسلام والخضوع، ليه ما صرتش ورفضت الجوازة دي؟ ليه رمتني الراجل أكبر مني بخمسة وعشرين سنة؟ صدقيني يا نسلي، أنا عارضت وعارضت بشدة، لكن تصميم السلطان وتهديده ليا. تهديده؟ ليه؟ هو كان هيعمل فينا إيه؟ ينفينا؟ بابا، انت بعتني مقابل ايه؟ خايف لا ينفوك؟ خايف اننا نتسجن؟ انا مش خايف يا نسلي، لكن البلد في ظروف سيئة، وسعد باشا منفي، وكان في كان في سياسة لمسيسة السلطان عشان نحل المسألة المصرية. وأنا مالي ومال السياسة؟ يا ريت كان السلطان نفانا زي سعد باشا، كان أحسن وأهون من الحياة في خوف وذل وتعاسة. بابا، لا المناصب ولا الجاه ولا الفلوس هتعوض لحظة بعنا فيها نفسنا وحريتنا برضوخك للسلطان. انت بعت الوفد وبعت سعد باشا وبعتني انا علشان رضا السلطان وعلشان تبقى محافظ للقاهرة. كفاية كفاية يا نزلي، كفاية. ايه فاكرة إن المسألة سهلة وإن الثورة ورفض الأمر الواقع هيجيب نتيجة؟ أبداً أبداً. بابا، أنا أسفة، مش قادرة أقتنع بأي كلمة من كلامك. مفيش فايدة، سعد باشا هيرجع وهتكون أنت الوحيد اللي بعت حاجات كتير قوي آخرهم أنت. أتمنى لك التوفيق يا بنتي.